اهلا بحضراتكم مره اخرى، ونجم سهره الليله دي العالم الجليل الكبير صاحب الطله الخاصه والكلمه الكبيره جدا والبسيطه جدا في نفس الوقت، دكتور احمد زويل. مساء الخير دكتور. اهلا بك يا احمد. نورنا يا دكتور. انت اللي منور. ربنا يخليك. اخيرا التقينا على شاشه التلفزيون المصري. تمام. وانت كنت ممنوع لي يا دكتور. لا صحيح، احنا كنا احنا اتقابلنا هنا، عملنا سهره قبل كده مع حضرتك من زمان قوي، من حوالي 5 سنين. من زمان او 6 سنين تقريبا. كنا في البيت بيتك، وكانت معانا جاسمين، جاسمين طه زكي. وبعدين بعد كده كل ما اقول للدكتور زويل يقول لي طب نستنى شويه. هل لحضرتك عندك معلومه كان ايه الحكايه؟ لا والله الحقيقه هي بقى لها مده، من مده طويله قوي يعني. حتى المره الوحيده جيت مع حضرتك فيها كان هي المره اليتيمه من اول ما خدت نوبل الحقيقه. كانت المره الوحيده اللي جبت في التلفزيون. بس بقى ننسى الماضي. لا انا مش مش بفتح في الماضي، بس يعني الواحد برضو من ممكن حد المشاهدين يحب يعرف حضرتك كنت عالم مثلا، لانك انت ترشحت من قبل الجماهير لمنصب رئيس الجمهوريه. والله انا الحقيقه اتقال لي كلام كتير جدا، شعبيه وما شعبيه، ويمكن الساده الوزراء كانوا خايفين مثلا من حاجه او ما اعرفش الحقيقه يعني. انا بصراحه ما بخشش في الحاجات التفاصيل دي، لان بحس ان ده لا يليق بمصر. فانا عمري في الحقيقه حتى ما كان عندي نظرة انه لازم يتعمل ده او لازم اتعزم او اي حاجة. اولا في قنوات تانية محترمة واستدعتني، يعني انا في الوقت اللي هو ما كنتش موجود مع حضرتك حضرتك زهرت في محاضرات، لا كدريم دايما حريصة على انها تزيع محاضراتي ولقاءاتي. صحيح. الحقيقة صحيح. يعني فبرضه وبعدين واحد فاضي يعني يقدر لو حتى منع كل حاجة هطلع في اماكن اخرى. طبعا طبعا منفتح العالم كله. اهلا بيك يا دكتور. يعني يمكن هبدا معاك بطله كده. انت ستك وصلت بعد الثوره ما قامت بايام قليله جدا. انا الحقيقه ان هو يوم ما طلعت يوم الثوره العظيمه ديت انا حاولت اجي على طول، لكن كان في مشكله بالطيران لانهم وقفوا الخطوط من اوروبا، معظم الخطوط من اوروبا للقاهره. فأزعت البيان. أنا سمعته. أزعت البيان وبيان تاني كمان بعديها، وبعدين بقى جيت عن طريق دبي. كان لازم أروح على دبي الأول 16 ساعة وبعدين يا خبر أبيض 16 ساعة ورجعت 5 ساعات أو بعدين رجعت 5 ساعات. لكن الحمد لله وصلت. بس وصلت بعد الثورة بخمس ست أيام. لا لا لا، يومين ثلاثة. يومين ثلاثة. ووصلت للأسف في ليلة كانت مزعجة جدا لدرجة ان ما نمتش فيها الحقيقة، لان هي دي تليت يوم الاربع بالليل اللي هو حصلت فيه الجريمة المأساة الكبيرة ديت، وكانت حاجة الحقيقة يعني الواحد مش عايز يفتكرها. الحقيقة. طب قول لي بقى نظرتك وانت بعيد على ما يحدث، ثم نظرتك وانت قريب من الاحداث، ثم نظرتك وانت في قلب الاحداث. ده سؤال يعني. هو الحقيقة نظرتي وانا موجود شاف بصورة كبيرة خارج جدا خارج مصر. خارج مصر أنا كنت حاسس أن دي في تغيير كبير جدا هيحصل في مصر، لأني شايف شباب رائع. بس عايز أقول لحضرتك على حاجة قبل ما أقول لك على الموضوع ده، أن أنا يمكن في جميع لقاءاتي في مصر، وأنت تعلم هذا جيدا، جميع لقاءات دايما بقول أنا متفائل. وكان حتى الناس بعض الناس تسخر مني اللي بقولها. صحيح. انا كنت منهم. كنت بقول لك بتجيب التفاؤل ده منين؟ بتجيب التفاؤل كان بسيط جدا ومبني على حاجه علميه، وهو انه لما كنت بدي كلمه في مصر سواء كانت في مكتبه الاسكندريه او في الاوبرا المصريه كان بيجي لنا اكثر من 5000، ومعظمهم من الشباب. صحيح. الناس صحيح. مش عارفه تخش، والناس واقفه بقى واقفه بره، وبيحط لهم شاشات بره وبتبقى زحمه فازاي بقى واحد بعد يعني بيتكلم في فكره وعلمه والدنيا رايحه فين وبتاع. ورغم هذا كنت بلاقي الشباب عنده نظر للمستقبل، دايما عايز يغير، دايما عايز يتعلم. فدي النقطه اللي كانت الاساسيه بالنسبه لي، ان انا كنت متفائل. لما كنت بقى شايفها من بره من بعيد كنت حاسس ان دي هيحصل تغيير في مصر، لان الثوره بدات. كنت شايف الشباب ديت. انت شفتها من اول لحظه الثوره؟ طبعا. احنا كنا بننام في امريكا لحد الساعه 6 الصبح يعني. انا ما اشتغلتش مثلا اول يومين قبل ما اجي هنا، ما رحتش مكتب الحقيقه في امريكا. فالواحد شايف النظام اللي عاملاه صوره منظمه جدا جدا بالشباب الرائع ده.
التلاحم اللي كان حاصل في ميدان التحرير صوره حضاريه جداً للغايه جداً. للغايه. فده كانت النظره الكبيره، ان انا كان عندي تفاؤل ان خلاص هيبدا التغيير في مصر. بس بكل امانه كان عندي كمان شكوك، لان انا عارف وضع الخلافات اللي موجوده في مصر والاراء المختلفه وبتاع، فكنت خايف شويه على ان ممكن تحصل هزه بسيطه او حاجه زي كده. لكن لقيت انه فعلا لما وصلت لقيت ان ديت حاجه. انا بعتقد يا استاذ محمود ان التاريخ هيذكر لهذه الثوره على انها مش ثوره مصريه ولا عربيه حتى، دي هتكون ثوره عالميه لاول مره في تاريخ العالم. ليه بقى؟ الثورة دي ما طلعتش بقائد. يعني عموما في تاريخ الثورة لازم ليه قائد. عندك هرم، لا عندك قائد وعندك تحتيه مش عارف صفوف قوات كتير وبيزنظموا وبعدين بقى السولج او الناس اللي دي. ثورة من غير قائد، ورغم هذا منظمة بأحسن شباب مصر وشعب مصر، سواء كان رجال او سيدات، يعني دي حاجة عظيمة جدا. ثانيا تقدر تقول، انا هقول لك على حاجات يمكن ما حدش كتير اتكلم عنها للساده المشاهدين. الحاجه الثانيه كمان في الثوره ديت اللي هتكتب في التاريخ في رايي انا، انها ثوره متحضره. يعني الناس بتقول عليها الثوره البيضاء وحاجات من هذه، لكن هي متحضره. يعني ان كون الشباب بتاعنا ده بيبقى بينظف الميدان شيء غريب، وعامل محافظ على الادب والاخلاق، ودي ثوره حضاريه. العالم ما بيشوفش ثورات متحضره بهذه الطريقه، لان ده غليان بتاع ناس من نظام. الحاجه الثالثه ان دي ثوره علميه. بمعنى دكتور، بمعنى ايه؟ انا دايما كنت اقول لازم مصر تنهض علميا، ومصر مش اقل من ساوث كوريا، ومصر مش اقل من تركيا، ومصر مش اقل من ماليزيا. النهارده الثوره ديت عمتها الاساسي العلم والتكنولوجيا. يعني لو ما عملوش هم عرفوا يستخدموا ازاي الجوجل والفيسبوك والانترنت، وناس فاهمه ايه دور الانفورميشن تكنولوجي في الحاجات اللي بينهم وبين بعضيهم وازاي يتعاملوا معاها. ما دي كمان حاجات يعني انت وانا مش هنقدر نتعامل، لان شفتك مره بتتكلم مع واحد صديق على هيفضحنا دكتور زين، هيفضحنا انا واحمد بسليماني ارتكبنا خطا فادح قبل ما نبقى في احتمال ان احنا نلتقي بالدكتور زويل في التلفزيون المصري. قلت له طب نتقابل يا دكتور ونعمل حاجه ونحطها في الفيسبوك، بس نحطها ازاي يا احمد؟ قلت اتكلم مع احمد، واد احمد يجاوبني. طبعا احنا قاعدين مع ملك التكنولوجيا يعني، فهزقنا الحقيقه. فالحقيقه الشباب عارف التكنولوجيا ديت ويستخدم الثوره العلميه احدث ما يمكن. يعني قارنها انت بايام احمد عرابي واستخدام الحصان او سعد زغلول. الحصان استخدم في الثوره دي برضه 52 مثلا. لا دي حاجه ثانيه بقى. 52 مثلا اللي هي القوه العسكريه، البندقيه والدبابه وغيره، النهارده كله بالكترونز قاعده بتلف في حوالين العالم، وقدروا يعملوا اللي هم عايزين يعملوا. فدي حاجه ولا كان لها نظره، دي برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا. لا كان لها ايديولوجيات سياسيه، وانا قلت الكلام ده في البيان بتاعي، ولا لها نوعيه من ايديولوجيه دينيه من نوع معين. الوحده العظيمه اللي تمت في ميدان التحرير بين المصريين سواء كان مسلم او سواء كان قبطي. صحيح. كل الظواهر دي بتخلي الانسان الحقيقه يشعر بانها كانت ثوره مش بس مصريه او عربيه، دي هتدرس في التاريخ بعدين. صحيح، مكتوب في الجرايد العالميه كتير. انا ما شفتش في حياتي بيقولوا انها يعني اعظم ثوره، او يعني ثوره مدهشه بالنسبه للعالم كله. حتى يعني الرئيس الامريكي اوباما قال الكلام ده وهو بيقول كلمته الاخيره. انت حضرتك كان في اكتر من 100 وكاله عالميه موجوده في مصر عشان تعمل تغطيه بالنسبه لهذه. يعني انا قابلت منهم يعني من توماس فريدمان اللي احسن الناس اللي هم بتسمع عنهم في على المستوى الاوروبي، قابلتهم في مصر وعملوا معايا لقاءات، يعني عملوا معايا لقاءات وتسجلوا مش عارف. يعني قصدي كلامي مهتمين بمصر، ومصر محوريه اساسيه، والعالم كله عايز يشوف ايه اللي بيحصل في مصر. وبكل صراحه ان الناس ما كانتش متوقعه ده ابدا خالص. ابدا، لا داخل مصر ولا خارج مصر. ده رد كبير كمان يا دكتور. يعني انا عايز اخد راي حضرتك في دي، في انه كان بيتقال على الشعب المصري انه شعب
مستكين ومتخاذل وكذا وكذا وضعيف ومالوش كلمة وشعب إرهابي. هذا الشعب الإرهابي عمل ثورة في يعني بشكل رائع جدا بشكل حضاري جدا. فده متهيألي يعني هيحسن صورة العالم العربي كله قدام الغرب. مش بس كده ده رئيس الرئيس أوباما في تصريحاته اللي احنا كلنا سمعناها قال انه ده مثال ده مثال للتجمهر السلمي في للعالم كله. للعالم كله صحيح. فطبعا هم ده كمثل عظيم. انت لو تسمح لي بس قبل ما نبدا السهره دي اتفضل لو تسمح لي انه لان انا شفت كتير قوي في الفتره اللي فاتت دي لو ناخد بس دقيقه واحده لل 400 شهيد دولت الابهات والامهات ونقرا الفاتحه على روحهم جميعا لدقيقه واحده. طبعا طبعا تقبل ان شاء الله. دكتور قول لي التفاصيل الصغيره اللي وقفت عندها وانت تتابع الثوره عن قرب. انت كنت رايح ميدان التحرير. انا رحت لحد الحقيقه رحت لاول ميدان التحرير. انا رحت كان في مرتين. المره الاولى رحت لاول مدخل الحته بتاعت ميدان التحرير ديت على كوبري قصر النيل. على كوبري قصر النيل واذا بش ناس تعرف ان انا موجود في العربيه وحصل تجمهر كبير جدا وقفنا تقريبا ساعه ونص على الكوبري. مش عارفين تنزلوا ولا تطلعوا ولا عارفين نطلع ولا ننزل والناس طبعا هتفت وحاجه زي كده. فبعد كده نزلنا على طريق قصر النيل ده الحته بتاعت سمير الحته بتاعت سمير رميز وبعدين بقى كان في مظاهرات كبيره جدا في هذا اليوم اللي هي كانت حاصله في كل منطقه القصر العيني. جايه في شارع القصر العيني ده كان يوم الخميس يا دكتور. فالحقيقه الجيش نفسه يوم اليوم الفاصل الخميس الجيش الجمعة. وده تحيه يعني الواحد لازم الحقيقه يقولها للجيش المصري على العمل العظيم اللي هم عملوه والحكمه فالجيش الحقيقه هو اللي نصحني وقال الاخ الرائد اللي هناك وقال عشان بس الامن والخوف عليا وبتاع ان لازم. المره اللي بعديها كان بالظبط معادنا الساعة 6 ويمكن انت تفتكر حضرتك ان كان في اتفاق على حنروح الميدان وانا قلت لكم تلفوا من ورا احنا انا لابس وجاهز ومجهزنا وحنمشي بقى على رجلينا عشان نروح الميدان. كان خطاب التنحي ده كنت متوقع يا دكتور انها تنتهي.